بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المحبوب سيروا في النور. في الحلقه دي هنتكلم مع بعض عن شخصيه هامه جدا في التاريخ الكنسي وفي تاريخ اباء الكنيسه الشرقيه، وهو القديس ايبيفانيوس اسقف سلاميس. من هو القديس ايبيفانيوس؟ هذا القديس ولد سنه 315 ميلاديه من أبوين يهوديين، يعني لم يكن مسيحي. أبوه ترك وهو صغير، وترك معه أخت هي اللي اهتمت بتربيته وربته تربية تقوية. هذا القديس اليهودي كيف تغير إلى المسيحية؟ في أحد الأيام وأثناء سيره في الطريق، شاهد أحد الفقراء يقترب من راهب ويطلب منه عطية، ولكن تلاحظ أن هذا الراهب ما كانش معاه فلوس. استغرب القديس ايبيفانيوس ان الراهب خلع رداءه واعطاه لهذا الفقير، واستغرب اكتر لما شاف ان السماء بتتفتح وفي حله بتنزل من السماء على هذا الراهب بدلا من هذا الرداء. تعجب كثيرا هذا القديس من مما حدث، واقترب من الراهب وتعرف عليه، واخذ يتردد عليه كثيرا واحب الرهبنه. ومن خلال هذا الموقف تغيرت حياه ايبيفانيوس واعتمد ونال سر العماد ودخل الى المسيحيه، بل إنه كانت له ميول للنسك والترهب. الراهب شجعه أنه يدخل دير في فلسطين اسمه دير القديس لوقيانوس. اترهب فيه شوية، لكن لقى أنه علشان يعيش حياة النسك والرهبنة والبتولية لازم يعيشها مع أباها العظام، فجاء إلى مصر. تتلمذ على إيد بعض النساك المصريين، التقى بالقديس العظيم الأنبا أنطونيوس كوكب البرية وتتلمذ على يديه، ثم عاد إلى فلسطين مرة أخرى وأسس دير، واعتزل الحياة وبقي في هذا الدير لمدة 30 عاما. قبل كده كان تتلمذ على إيد القديس هيلاريون أو القديس إيلاريون، وهذا القديس تنبأ له أنه سوف يكون أسقف في يوم من الأيام. توطدت العلاقة بين القديس هيلاريون والقديس إيبيفانيوس، لدرجة أنه القديس هيلاريون في أحد الأيام كان في قبرص وكان بيوعظ، وتجمعت حوله الجماهير الغفيرة فلم يكلمهم عن نفسه، ولكنه كان يكلمهم عن قديس في فلسطين اسمه القديس ايبيفانيوس. لما تنيح أسقف سلاميس، والكلام ده كان سنة 367، تم اختيار ايبيفانيوس أسقفا على سلاميس، وهي مدينة في قبرص أو في جزيرة قبرص، واختير للأسقفية رغما عنه. كان هذا القديس يرغب في تعلم ودراسة الكتاب المقدس بطريقة وافية ومستفيضة، فمن أجل ذلك تعلم 5 لغات وأجادها إجادة تامة. تعلم اللغة العبرية، اللغة اليونانية، اللغة السريانية، اللغة اللاتينية واللغة القبطية، لدرجة أن القديس جيروم أطلق عليه لقب صاحب الألسنة الخمسة. مما يذكر أيضا عن هذا القديس أنه في بداية حياته كان عدوا للهراطقة، والهراطقة حاولوا أن يجذبوه إليهم بأن أرسلوا إليه بعض الساقطات لإسقاطه في الخطية، ولكنه قاوم بشدة وانتصر. ده وصله أنه بعد كده يعمل كتاب ضد الهراطقة اسمه خزانة الأدوية، اتكلم فيه عن 80 هرطقة وإزاي الواحد يتجنب هذه الهرطقات وما هي هذه الهرطقات وكيف نفندها. وهذا الكتاب من أروع الكتب التي ظهرت عن الهرطقات حتى اليوم. هذا القديس اشتهر بالعطاء لأنه دخل المسيحية عن طريق العطاء، فكان يعطي كل شيء بلا حدود، كان يعطي من أعوازه، لدرجة أن الأسقفية لم يكن فيها أموال. فمرة من المرات جاء تلميذه وقال له: سيدنا ما عندناش فلوس، الفلوس خلصت. فلقوا أن في واحد ساب لهم كيس ذهب على الباب ومشي من غير ما يعرفه هو مين. مرة تانية جاله أحد المخادعين وقال له: يا سيدنا صديقي مات وأنا محتاج أكفنه. فاداله فلوس وقال له: روح يا ابني لا تبكي على صديقك بل كفنه سريعا. هذا المخادع عندما وصل لصديقه وجده قد مات. انه قيمة كبيرة في العطاء، مثل قديسنا المصري العظيم القديس الأنبا أبرهام. هذا القديس ايضا كان حازم جدا، حازم مع نفسه في النسك والتقشف وحياة البتولية، وكان شعاره الملكوت يغتصب والغاصبون يختطفونه، لدرجة أنه تلميذ من تلاميذه قال له: يا سيدنا إزاي بتقدر تتعب نفسك التعب ده كله؟ قال له: لو ما قدرناش نتعب التعب ده كله
مش هنقدر ناخد الملكوت، ومهما تعبنا مش هنوفي الملكوت حق. كان حازما أيضا في كل ما يعكر الإيمان، لذلك درس كل كتابات وأفكار العلامة أوريجينوس وتصدى لها تماما، واستطاع أن يغير مجرى حياة القديس جيروم. فبعد أن كان محب للعلامة أوريجينوس أصبح ضد. القديس إبيفانيوس من القديسين الكبار جدا في الكنيسة، وعاش في فترة من الزمن كان فيها مجموعة من عمالقة الكنيسة، زي القديس أثناسيوس الرسولي، زي الأنبا أنطونيوس كوكب البرية، زي القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية، زي القديس ديديموس الضرير مدير مدرسة الإسكندرية في ذلك الوقت. من المؤلفات التي تذكر أيضا لهذا القديس عمل كتاب اسمه الرجل الثابت، اتكلم فيه وجاوب على كل أسئلة الكهنة اللي بتدور حول الثالوث وحول الروح القدس. شهية هي أخبار الصديقين، وهذا القديس علامة في تاريخ الكنيسة، ياريت نقرأ عنه أكثر ونتعلم منه أكثر. بركة صلواته وطلباته فلتكن معنا إلى الأبد، أمين.